فكر كويس هتلاقي كلام مظبوط. كفايه انت ظالم نفسك يا نجيب وظالم مراتك معاك. تصبح على خير. زي قفل مسجل. على الله يكون صلاح عارف ينيل دماغه. مفيش فايده. تصبحوا على خير وانت من اهل كنت عايز اطلب منك طبعا. خير. انزل مصر مع صلاح وبابا. وايه المناسبه؟ علشان اشوف ماما. وحشتها. انسي الموضوع ده دلوقتي. ليه بس يا نجيب؟ انا زهقانه واعصابي تعبانه. عايزه تروحي مصر عشان ترجعي تاني للصرمحه طول النهار بالمحزه والقصير و... لا يا هانم مفيش سفر الا ورجلي على رجلك. واخرتها يا نجيب؟ ملهاش حل، لازم تتعودي. لا ملهاش حل غير انك تمسكي عليه غلطه واحده بجيب مناخير الارض وبعدين تحكمي فيه وتتحكمي. بس ركك يغلط. يغلط نجيب عمره ما يغلط. مفيش راجل ما بيغلطش صدقيني. لا لا يا صفيه انا مش عايز اصدق ان نجيب ممكن يغلط. ده انا كان يجرالي حاجه فيها. يا مسكينه ده انتي بتحبي حب. طب ناوية تعملي ايه؟ هاتي ودك. ازيك يا صفية؟ اهلا يا تنجيل. اروح احضر لكم الغداء. بتصور يا استاذ نجيب كل ما انت مستعير الاقي نفسي خير رجلي كانت على البيت. ما هو بيتك. صحيح يا استاذ نجيب؟ طبعا انا حتى ابتديت ارتاح لك قوي. خلاص تبقى القلوب عند بعضيها. تمام كده. انا بقى هنتهز الفرصه واعتب عليك. خير ان شاء الله. طب اقعد ارتاح. طيب انت مضايقها على نواره خالص وحبس حريتها. حرام من حقها برضه انها تعيش. يعني عايزاني اسيبها على كيفها؟ وبعدين انت فهماني غلط. انا بقى مش محبكها ولا حاجه. انا كل ما في الامر اني واخد الحياه جد شويه. طب ولحد امتى هتفضل مزنقها على نفسك وعلى مراتك؟ ده احنا بنعيش مره واحده يا سنجيل. فعلا انت عندك حق. انا لما شفت الناس على البلاش حسيت انه انا مش عايش. انا سعيده قوي اني قدرت اقنعك وربنا يقدرني قبل ما امشي ارجعك وسنه على عسل. دي نوره بحبك قوي قوي. انا كمان بحبها. انا مش هتريح الا لما انزل مصر. وعايز تاخديني معاك يا صفيه وتنساها. نوره. لا يا نجيب انا عارفاك كويس قوي. هتصالحني دلوقتي وترجع تاني تشتري فيا بكره. طب اديني فرصه يا نوره ربنا يقدرني واصلح اللي بينكم. ما تخليش نفسك يا صفيه. اطمن انا هريحك على الاخر ومش همشي من هنا غير لما اصالحكم على بعض. وبعدين تلمي هدومك في شنطه وترجع من الدور وعلى المحطه يصحى من النوم الصبح ما يلاقيش الاكل. يا نوار انت مش هتبطل التبشيره اللي على وشك دي؟ لا. طيب واخرتها؟ همشي يعني همشي. انا لما الموضوع قدام صفيه مش هنكد عليك وازعق تاني. الله وبعدين معاك يا نوار انت زودتيها خالص. ولا يهمك يا سيناريو. كل كل وانا بقى هتفاهم معاه. ايه وصلت ليه؟ دي تعبتني قوي لغايه ما اقنعتها انها تقعد. طب يا ستي متشكرين قوي كتر الف خيرك. انت مش مسافره بقى ولا ايه؟ لا انا ما تشغلش نفسك بيا. انا مش ماشيه من هنا غير لما اطمن عليكم خالص. ارجعوا زي الاول كده مفرفشين ومبسوطين. طيب اما نشوف اخرتها. Thank you.
نجيب، قررت ان ابتعد عنك للابد، ولقد خرجت اليوم دون علمك لاني متاكده انك لم تتركني اخرج او اسافر للقاهره. لا تحاول ان تلاحقني، فلن اعود الى سجنك الرهيب وعشرتك التي لا تطاق نصف ساعه. مش هياخد في ايدي غلو ولا يا ربي تجيب ما تغلطش. ما شاء الله يا اختي. لا يا ستي شايفه بقى شايفه وخلصين اعملي معروف.